يعني خلاص بدأنا احتفالاتنا بذكرى 50 على مرور حرب أكتوبر المجيدة، هذه الملحمة التاريخية. مش بس فكرة استرداد كرامة العرب، مش بس المصريين واسترداد أرضنا، لكن هي الفكرة أنه في دروس كتير جدا خرجنا منها من هذا أو من هذه الحرب المجيدة. طبعا بحنا بنتكلم على انتصارات حرب أكتوبر 73، وأهمها وعلى رأسها الروح اللي عاشها المصريين في هذه الفترة، الاصطفاف خلف القيادة المصرية والقوات المسلحة، والإرادة القوية لمواجهة العدو الإسرائيلي والانتصار عليه حتى في أحلك الأوقات. يا أحمد، صحيح زي ما قلت يا جمانة، فكرة استحضار روح أكتوبر، لأن احنا بنتكلم على روح أكتوبر دي، هو البطل الحقيقي في الانتصار في هذه المعركة الشعب. وهنا لما بنتكلم شعب، ما هو طبيعي القوات المسلحة هي جزء من هذا الشعب، لأن ما فيش بيت في مصر ما فيهوش مقاتل ولا جندي من جنود وضباط القوات المسلحة. في ذكرى مرور 50 عام من الانتصار، خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الدروس المستفادة من حرب أكتوبر 73، والرسائل الهامة أيضا للشباب لاستحضار روح أكتوبر لبناء الجمهورية الجديدة. كل ده هنتعرف عليه من خلال ضيفنا في الاستوديو، اللواء دكتور أحمد يوسف، قائد قوات الصاعقة وحرس الحدود الأسبق والمستشار الحالي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. صباح الخير يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانتم طيبين، والشعب المصري كله طيب، والقوات المسلحة المصرية الباسلة طيبة في هذه الذكرى العطرة. واسمحوا لي في الأول إن أنا أبدأ بتقديم أسمى آيات التقدير والاحترام لشهداء حرب أكتوبر ولكل من شارك في التخطيط والتنفيذ لهذا الانتصار العظيم. يعني هي كانت بداية للأمن والأمان اللي احنا بننعم فيه النهاردة، وهو ده الامتداد اللي حصل من يعني التضحيات اللي بذلها أبناء القوات المسلحة في حرب أكتوبر، وامتدت أيضا بتضحيات للانتصار على معركة الإرهاب اللي كانت بتواجهها مصر وحدها نيابة عن دول المنطقة تحديدا. لكن سيادة اللواء، لو هنتكلم على دروس مستفادة، خلينا هنا نتكلم على أن التخطيط للحرب كان ليه شقين، شق سياسي وشق عسكري. تحب نبدأ من أي شق فيهم؟ نبدأ بالشق هو احنا بنقول عليه شق سياسي عسكري. نعم، الشق السياسي العسكري ده الحقيقة كان له أربع مسارات. المسار الأول كان مسار تفاوضي سياسي تفاوضي لاسترجاع الأرض المحتلة بطرق سلمية، وده ليه نقاط كثيرة وليه هنتكلم فيها. المسار الثاني كان استعادة الروح القتالية لأفراد القوات المسلحة وإعادة بناء القوات المسلحة بعد 67. المسار الثالث كان دفاع نشط مستمر، اللي هو كنا احنا بنسميه او ما زلنا بنسميه حرب الاستنزاف. المسار الرابع او الاتجاه الرابع كان تهيئة المسرح السياسي الدولي والعربي لقبول قرار الحرب بعد ما فشلت كل الجهود السياسية. لو بدأنا بالمسار الأول اللي هو المسار السياسي التفاوضي لاستعادة الأرض المحتلة بطرق سلمية، هذا المسار بذل فيه القيادة السياسية المصرية في عهد الزعيم الراحل كمال عبد الناصر، ثم بعد كده في عهد الزعيم الراحل أنور السادات، مساعي سياسية ومعركة دبلوماسية استمرت فترة طويلة جدا جدا في محاولة جاهدة لتجنب الحرب، ويعني بقى مع الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية ومع رؤساء دول لهم ثقل سياسي دولا، بتكلم على المستوى الدولي دلوقتي. لكن الحقيقة يعني كل هذه الجهود تعثرت نتيجة يعني تعنت الجانب الأمريكي من ناحية، والصلف والغرور الزائف للجانب الإسرائيلي من ناحية أخرى. الجهود كلها باختصار يعني لم تؤتي بثمرها، وكان قرار الحرب هو القرار الحتمي الضروري في لاسترجاع الأرض المحتلة. المسار الثاني كان مسار استعادة الروح القتالية لأفراد أكتوبر بعد 67 وإعادة بناء القوات المسلحة. الحقيقة دي يعني مرحلة مهمة جدا، وبذل فيها الرئيس عبد الناصر مجرد ما انتهت الحرب
بدأ يعيد بناء القوات المسلحة ويزيل آثار الهزيمة عشان يستعيد الروح القتالية لأفراد القوات المسلحة واستعادة الثقة في كفاءتهم القتالية. دي مرت بإجراءات كثيرة وجهود كثيرة وإلى آخره، لكن أهم ما فيها كان بناء القوات المسلحة. إعادة بناء القوات المسلحة، إعادة بناء القوات المسلحة دي كان ليها يعني مراحل كثيرة في الوصول إلى ما وصل إليه الجيش المصري يعني قبل الدخول في حرب 73. وطبعا كمل على الجهود بتاع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الرئيس أنور السادات. كان طبعا الاتجاه للكتلة الشرقية لاستيراد أو عقد صفقات خاصة بالتسليح، لأن طبعا كان في يعني حالة عزوف من الكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عن أنها تدي لمصر أي أسلحة. وكان في بذل الرئيس جمال عبد الناصر من خلال يعني شخصيته وصداقته بالجانب في هذا التوقيت الاتحاد السوفيتي، ونجح في يعني استجلاب صفقات أسلحة عديدة ومتطورة. والحقيقة يعني الاتحاد السوفيتي في هذا التوقيت وقف بجانب مصر وقفة قوية، وكان في معاهدة الصداقة وإلى آخره، وكان صفقات التسليح يعني بنسبة كبيرة نقدر نقول إنها كانت طبقا لما تم طلبه. وعدا إن يعني برضو كان في طبعا توجه من القوتين الأعظم الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة إن يعني برضو ما يبقاش في أسلحة هجومية للجيش المصري. كان الجيش المصري بنطلب والقيادة السياسية والقيادة بتطلب أسلحة هجومية، فكانت الأسلحة الهجومية عليها بعض القيود، لكن الأسلحة الدفاعية والذخائر وإلى آخره الحقيقة يعني الجانب السوفيتي مدينا بيها بشكل كويس، ويعني بنشكرهم يعني على هذا. ده على المستوى صفقات التسليح ومنظومات التسليح المتطورة اللي ساهمت في إعادة بناء القوات المسلحة. على الجانب الآخر كان بقى في منظومات بتتم لتطوير القوات المسلحة من الداخل، سواء من ناحية الكم أو الكيف. يعني نقول ان مثلا على سبيل المثال تم استحداث قياده الدفاع الجوي، ما كانش موجوده قياده منفصله للدفاع صحيح. الجوي بقى في قياده للدفاع الجوي، قياده للجيش الثاني الميداني، قياده للجيش الثالث الميداني، استحداث قيادات لمناطق عسكريه جديده عشان السيطره على القوات المسلحه والسيطره على خطه الفتح الاستراتيجي اللي بتتم في هذا المجال. لان طبعا زي ما احنا عارفين القدس مش كلها متمركزه في مكان واحد، متمركزه على اتجاهات الاستراتيجيه بتاعه القوات المسلحه، ثم بيعاد تمركزها في قبل الحرب من خلال حاجه اسمها خطه فتح استراتيجي، فدي عشان يتم السيطره عليها بشكل جيد. فتم استحداث قيادات تعبويه جديده، واستمر بقى التحديث للقوات المسلحة واستعادة الكفاءة القتالية ليها وتطويرها حتى دخول القوات المسلحة والجيش المصري في حرب 73. المسار الثالث كان اللي هو الدفاع النشط المستمر، ودي كانت حرب الاستنزاف اللي هي كانت من بعد 67 وحتى عام 70. ودي الحقيقة كانت فيها دروس كثيرة وفيها يعني نتائج إيجابية كثيرة على القوات المسلحة وعلى أفراد القوات المسلحة، لأن دي زي ما بنقول عليها تطعيم للمعركة، كسر حاجز الخوف إنك أنت تقاتل عدو كل يومين ثلاثة وتطلع تشتغل وتقصر الروح المعنوية برضو. بلا شك 67 وعمليات ما بقول لحضرتك كانت على المستوى المادي والمعنوي. المستوى المعنوي زي ما حضرتك بتفضلتي وقلتي استعادة الثقة في الفرد المقاتل، صحيح ان هو بدأ بقى يقول لك لا العدو الإسرائيلي ده ما هوش يعني زي ما بيقال عنه العدو الذي لا يقهر ولا لا، ده عندنا افراد وضباط صاعقة وعمليات فردية في الوقت عمليات 67 لا حصر لها. 67 دي يعني من الـ يعني نقول الحروب اذا جاز التعبير اللي يعني عملت في القوات المسلحة المصرية حالة من الصلابة وحالة من الكسر الخوف وحالة من استعادة الثقة على المستوى المعنوي رائع،
لان انت كنت بتقاتل العدو، كنت بتضرب مدفعيه على العدو، كنت بتطلع تنفذ دوريات العدو وتقصر افراد وتجيبهم في الضفه الثانيه وتدمر مركبات بتاع دوريات استطلاع وتدمر تضرب على نقط حصينه يعني، وتستقبل من العدو ايضا غارات جويه وضربات مدفعيه وضربات جويه والى اخره. فدي كانت حاله مهمه جدا جدا عشان تعيد الثقة في الفرد المقاتل وتعمل حالة تطعيم معركة احنا بنقول عليها للقوات المسلحة. المسار الرابع والأخير كان، وطبعا دي زي ما احنا عارفين كلنا كان ليها ثلاث مراحل، اللي هي حرب الاستنزاف، مرحلة الصمود، مرحلة الدفاع النشط، مرحلة تصعيد العمليات اللي هي فضلت العمليات تتصعد لحد ما وصلنا إلى حالة الحرب بتاع 6 أكتوبر. المسار الأخير أو الاتجاه الأخير كان تهيئة المسرح السياسي الدولي والعربي، والحقيقة دي كانت القيادة السياسية بذلت فيها جهود برضو ضخمة جدا جدا، لأن كان في عزوف وكان في حالة طبعا الكتلة الغربية بزعامة كل الدول الغربية بزعامة المتحدة الأمريكية بترفض الحرب وترفض 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 يعني، وزي ما قلنا في الأول المسار السياسي التفاوضي فشل، فكان خلاص بقى يعني الرئيس السادات يعني اتخذ فيما بينه وبين نفسه قرار الحرب. فكان لازم يهيئ المسرح الدولي لقبول الحرب يعني خلاص، من خلال بقى عرض الموقف المصري ان دي قضية عادلة يعني، القوانين الأمم المتحدة بتقول من حق الدولة اللي تم الاستيلاء على أراضيها بالقوة أو انها تسترجع اراضيها بالقوه، ده قوانين القوات المسلحه، قوانين هيئه الامم المتحده. عداله القضيه ان احنا مش بنحارب عشان احنا مش بنعتدي على حد، احنا بنحارب عشان نسترجع ارضنا المحتله حفاظا على الارض. فدي عداله في عداله القضيه نفسها، فده شيء مهم انك انت تمرره في المسرح السياسي الدولي عشان يقبل الحرب، وفعلا ده اللي حصل يعني. ففي بذل جهود كثيره في هذا الاتجاه، والرئيس السادات مثلا على سبيل المثال قبل الحرب بفتره بسيطه راسل كل زعماء الدول الاوروبيه بما فيهم الفاتيكان، بيشرح فيهم عداله القضيه المصريه وان احنا لازم نسترجع ارضنا، واحنا يعني خدنا كل السبل خلال السنين اللي فاتت دي عشان نسترجع ارضنا بطرق سلميه، ولكن هذه الجهود وهذه الاجراءات لم تنجح ولم تثمر، فاحنا ما قدامناش غير ان احنا نسترجع ارضنا باستخدام القوى العسكرية. طيب سيادة اللواء، على المستوى العربي أنا آسف معلش كم المستوى العربي، على المستوى العربي الحقيقة دي كانت ملحمة حلوة قوي قوي، ملحمة رائعة يعني، لأن احنا يعني الحقيقة كل رؤساء وملوك الدول العربية وقفوا جنب مصر وقفة رائعة جدا جدا جدا، وساعدوا مساعدات مادية وإلى آخره، وسند والدول الاوروبيه والدول الدول عدم الانحياز في هذا التوقيت، والدول الافريقيه، مؤتمرات كثيره جدا عقدت ودعم مصر والدافع عن حقوق مصر وخلافه. ولا ننسى مثلا موقف الرئيس الجزائري بوميتين لما قال للاتحاد السوفيتي، قال لهم انا اي اسلحه تحتاجها مصر انا جاهز ان انا ادفع ثمنها واسدد ثمنها. فالحقيقه كان يعني يعني كان في جهد عربي وتوائم عربي، ودي كانت الفكره بتاع السادات ان هو ينقي الاجواء العربيه من اي خلافات موجوده، كان في بعض الخلافات موجوده وبعض التوتر في العلاقات ما بين مصر وبعض الدول العربيه، لكن وبعض الدول العربيه وبعضها، كل ده الحقيقه يعني بجهود، ولا ننسى الملك فيصل يعني كان ليه دور رائع جدا جدا في تنقيط الأجواء العربية بدعم الرئيس السادات وخلافه. طيب سيادة اللواء، يمكن حضرتك تحدثت عن الدروس المستفادة العديدة، لكن كل ده احنا اتكلمنا فقط في التخطيط السياسي العسكري. صحيح. التخطيط السياسي العسكري، أما بالنسبة للتخطيط العسكري أعتقد يعني هنحتاج برضو يتفرد له حلقات حتى، مش يمكن هذه الفقرة. فخليني أروح مع حضرتك لدروس أخرى مستفادة من هذه الملحمة، يعني حرب أكتوبر ده بس لو اتكلم على عامل التخطيط، لكن كان فيه دروس كتير جدا، يمكن زي ما حضرتك أشرت في البداية وقوف الشعب المصري
بجانب القيادة وخلف القيادة المصرية، طبعا متمثلة في الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بالرغم من أنه كان حصلت وقتها نكسة 67 وخرج بالفعل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقرر التنحي، لكن الشعب المصري هو اللي أصر على وجوده وأصر أنه يقود أيضا هذه المرحلة. والحقيقة طبعا أنت يعني لمستي حضرتك نقطة مهمة جدا، وهو إعداد الجبهة الداخلية أو إعداد الشعب لملحمة أكتوبر أو الحرب أكتوبر. ودي كانت من أحد الدروس المستفادة المهمة جدا اللي عملت عليها القوات المسلحة. والحقيقة يعني برضو فيها تفصيلات كثيرة جدا، عملية إعداد الشعب وإعداد ظهير قوي وجبهة داخلية قوية في ظهر القوات المسلحة، دي كان فيها تفصيلات كثيرة جدا. يعني على سبيل المثال بنقول مثلا ان تم تحويل الاقتصاد المصري الى اقتصاد حرب، دي تحتها تفصيلات كثيرة جدا 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 طبعا. كل جهات الدولة وكل وزارات الدولة المعنية اشتغلت على تلبية احتياجات القوات المسلحة، كل ما هو يعني مطلوب لصالح الجيش المصري ولصالح احتياجات الجيش المصري كل الوزارات المعنية صحيح. وبالتالي بنسميها يعني تحويل الاقتصاد المصري في هذه الفترة إلى اقتصاد حرب. لكن الوقت ده سيادة اللي هو كان فيه تقاسم للموارد الخاصة بمصر، يعني مثلا لو هنتحدث عن مصنع المصانع الغسل، الغزل والنسيج كان بتروح ل الحرب علشان خاطر يعني مهمات القوات المسلحه والزي وخلافه، وتم استيراد وقتها اعتقد من الصين يعني البيجامات اللي كانت موجوده في ذلك الوقت لتلبيه احتياجات الجيش كذلك والبطاطين وخلافه يعني مستلزمات المعيشه بتاعه الفرد المقاتل. لا تفصيلات كثيره ولم يتذمر المواطن، بالعكس ده المواطن كان بيقدم لو يقدر يدي اكتر كان هيعمل. لا ده انا يعني يعني زي ما بيقولوا اضيف اليك من الشعر بيتا، اتفضل. يعني الشعب المصري كان يدفع القياده السياسيه ويدفع القوات المسلحه الى الدخول في الحرب. صحيح، وفاكرين يعني مش بس راضي ومش بس قابل ومش بس بيربط الحزام ومش بس، لا ده بيدفعهم دفع، بيدفع القيادة السياسية دفعا ويدفع القوات المسلحة دفعا حتى تسترجع الأرض المحتلة وتدخل في حرب. النقطة دي غاية في الأهمية، ومش عاوزين نعدي كده ونمر عليها مرور الكرام، لأن قد تتشابه التحديات اللي موجودة حاليا والأزمات اللي موجودة حاليا وهي أزمات عالمية مع الأزمات والتحديات اللي كانت موجودة أثناء معركة أكتوبر. فهنطلع فاصل ونرجع ونكمل مع حضرتك الحديث عن الدروس المستفادة من حرب أكتوبر إن شاء الله. إن الصراع مع العرب لن ينتهي إلا برحيل جيل أكتوبر، هكذا قالت جولدا مائير، ولكن في حقيقة الأمر جيل أكتوبر لم ولن ينتهي، لأن هي دي عقيدة وهوية المصريين يعني المستمرة لآلاف من السنوات. ما زلنا نتحدث عن الدروس المستفادة من انتصار أكتوبر مع ضيفنا الكريم اللواء دكتور أحمد يوسف، قائد قوات الصاعقة وحرس الحدود الأسبق والمستشار الحالي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. سيادة اللواء، كنا بنتكلم على الدروس المستفادة في حرب أكتوبر تحديدا، ويمكن من بين هذه الدروس كنا بنتكلم ازاي كان في مناصفة وتضحيات بيقدمها الشعب للجيش علشان المرور من هذه الأزمة واستعادة الأرض مرة أخرى. ازاي ده يبقى درس مستفاد نقدر نعمل بيه النهاردة في ظل هذه التحديات؟ هيا احنا في أمس الحاجة في الفترة الحالية للجزئية اللي حضرتك بتقولها اللي هو التحام الشعب المصري يبقى على قلب رجل واحد. يمكن الرئيس السيسي قال هذا أكثر من مرة، وإحنا نجحنا لما الشعب المصري التحم وبقى على قلب رجل واحد بعد ثورة 25 يناير. شوف إحنا حققنا إيه، يعني حققنا ثورة رائعة في 30 يونيو. ثم حاليا إحنا فين، إحنا يعني إنجازات وإلى آخر، كل ده كان بتلاحم الشعب المصري. لو نفتكر الأحداث بتاعت 25 يناير وإلى آخره وحالة البدايات البسيطة اللي تم زرعها عشان يعملوا حالة
انقسام وبث وفتنه والى اخره، لم ينجحوا. كل الجهود اللي كانت بترمي الى هذا لم تنجح. احنا في امس الحاجه دلوقتي ده لالتحام الشعب المصري، مش خلف القوات المسلحه، ولكن يلتحم على قلب رجل واحد لصالح الدوله المصريه، لصالح الجمهوريه الجديده. احنا في امس الحاجه لكده. الضرب المثل في حرب اكتوبر زي ما حضرتك ذكرت في هذه الجزئيه، لا دي كانت ملحمه. صحيح. الشعب المصري قام بملحمه. يعني احنا اتكلمنا على تحويل الاقتصاد المصري الى اقتصاد حرب. ده يعني ايه للشعب المصري؟ يعني اكتر من اللي احنا الناس بتتكلم عليه، سكر سعره زياده ولا رز ولا خلافه، لا ده كانوا بيربطوا الحزام. عدم الاتاحه، وصلنا الوقت مفيش اتاحه. عدم اتاحه، يعني عدم اتاحه لسلع كثيره جدا. السلع دي كانت بتروح تاكل الجيش وتاكل القوات المسلحه المصريه. كل الجهات في الدوله، فنانين، اعلاميين، كله كان. حتى الفنانين، حتى يعني الريع او حتى الحفلات اللي كانت بتحصل، الفنانين كانوا بيتبرعوا بيها باجرهم فيها طبعا. كل الجهات كانت بتشتغل على قلب رجل واحد، قلب رجل واحد، ان احنا عايزين نوفر كل الامكانيات وعوامل النجاح للجيش المصري من دمنا ومن قوتنا ومن احتياجاتنا الشخصيه. ده اللي هو رجع المسؤوليه الوطنيه، وهنا انا بقول المسؤوليه الوطنيه لان ربما غاب هذا المصطلح كثيرا لدى البعض، واصبحت الانا هي التي تسيطر. بالظبط كده. يعني برضو اضيف لحضرتك اللي هو احنا بنقول عليه الولاء الوطني، بنقول عليه الوعي الوطني، بنقول عليه الوعي المجتمعي، بنقول عليها المواطنه. كل دي مفردات احنا عايزين ننميها ونفعلها في المجتمع المصري حاليا، لان احنا في احوج الحاجه ليها. احنا في مرحله لو خرجنا منها هنبقى في مصاف الدول المتقدمه، هنبقى جمهوريه جديده بكل ما تحمله الكلمه من معنى وبكل ما يتمناه اي فرد في الشعب المصري. عوده الى الدرس المستفاد الخاص بتلاحم الجيش المصري او ملحمه الجيش المصري، الشعب المصري حول جيشه وحول قوات المسلحه. كان في برضه مصطلح بنقول عليه التعبئه الصناعيه. كل المصانع احنا في مستلزمات معينه بنحتاجها، حاله الحرب بنحتاج كميات كثيره جدا جدا منها، مستلزمات صناعيه. الانتاج الحربي ما يقدرش يلبي مستلزمات حرب. صحيح. والحرب كان مخطط لها تبقى حرب طويله. عشان دي احد النقاط القوه اللي ممكن نستغلها ضد نقطه ضعف للعدو، اللي هو ما يقدرش يتحمل حرب طويله. اقتصاده هو بيعتمد على قوات احتياطيه، يعني الدوله هتتوقف لو الحرب امتدت. احنا كنا بنشتغل على هذه النقطه. فاحنا محتاجين تجديسات كثيره جدا جدا ومستلزمات صناعيه. كل المصانع تقريبا تحولت الى اللي عايزاه القوات المسلحه، نقدر نعدل خطوط الانتاج بتاعتنا ونوفره للقوات، نسميها التعبئه الصناعيه للحرب. حاله الروح المعنويه بقى دي حدث ولا حرج، يعني احنا بنقول ده الشعب هو اللي كان بيدفع. صحيح. القوات المسلحه والقيادة السياسيه الى اعداد الشعب الحقيقه، اعلام بقى والشق الخاص بالاغاني الوطنيه، ده كله كان اعداد للشعب، اعداد للشعب. طيب انطلاقا من نفس النقطه سياده اللواء، ويمكن حتى هذه النقطة أشار إليها أو أشارت إليها الندوة التثقيفية أمس، فكرة الوعي اللي حضرتك تتحدث عنه. بالرغم مرة أخرى أن احنا كنا خارجين من نكسة 67، دي كانت يعني كفيلة أنها تحطم الروح المعنوية طبعا، لكن في نفس الوقت كان في وعي مجتمعي وعي شعبي أن احنا لا نقدر وأن احنا هنحارب زي ما كنا بنتكلم. زي ما قلت التاريخ بيعيد نفسه وما زالت الحروب على مصر مستمرة، شكل الحرب اتغير. الأول الحرب كانت عسكرية وجندي أمام جندي، دلوقتي بقت حرب وعي، حرب معلومات. ويمكن شوية كنا بنسمع احنا بقالنا 50 سنة بنحتفل بحرب أكتوبر، إيه الجديد؟ لكن على الناحية الأخرى وعلى الجهة الأخرى في نفس التوقيت، ومش بس في نفس التوقيت، طول
الوقت تخرج معلومات مغلوطة عن حرب أكتوبر، تشكيك صحيح. وطول الوقت بنشوف حتى بطرق بقى كتيرة، إن كان المعلومة خاطئة، تغيير في معلومة، غسل معلومة بشكل كامل، تزييف حقائق أصلا. فطول الوقت إحنا معرضين لهذه الحملة، واللي بتدخل كده بالراحة زي ما بنقول من غير حتى ما حد ياخد باله. الأجيال الجديدة ما حضرتش حرب أكتوبر، ممكن تكون تسمع عنها لكن ما حضرتش. إحنا يا إما والدي أو جدي كان موجود، كان مشارك، كان أو حضر 67 أو حتى حضر حرب أكتوبر، فإحنا عندنا إلى حد ما انتماء أو حاسين بالفترة دي. الجيل الجديد لا. يعني هو حضرتك، أنا أقدر أقول حاجة واحدة في موضوع حملات التشكيك، وزي ما بيقولوا كده إيه، نبدأ من الآخر. الحرب فيها انتصار ومهزوم. إحنا كنا مهزومين، كان عندنا أرض محتلة. أوكي؟ كان عندنا أرض محتلة، يعني كل سيناء كانت محتلة، ومش أرض قليلة، وأرض غالية علينا كلنا. طيب عملنا عملية عسكرية أو حرب أكتوبر، نتيجة الحرب دي كانت إيه؟ إحنا مش هنتكلم في تفصيلات دلوقتي، ولا هنرد على حملات تشكيك ولا آخر. إحنا الأرض استرجعنا أرضنا ببساطة شديدة. صحيح. فأي حملة تشكيك تقال في هذا السياق هي حملة زائفة. إحنا كان عندنا أرض محتلة استرجعناها بعملية عسكرية. الشخصية الإسرائيلية بتعتمد دائما على الكذب والتضليل. يعني مش هنرد بقى على صحيح. يعني الحاجة التانية، لو دخلنا بقى في تفصيلات بقى برضو مش 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 تفصيلات صغيرة قوي. انتوا كنتوا بتقولوا ان عندكم خط لا يقهر ولا يخترق، خط برديف، بتقولوا عندكم قوات جوية يد طولة وتقدر تضرب العمق المصري، وعندكم أسلحة متطورة ومنظومات تسليح متطورة ومنظومات حرب إلكترونية متطورة ودبابات متطورة. نعم نعم، كان العدو الإسرائيلي متفوق نوعي، لكن احنا بالتخطيط اللي هو جزء التخطيط العسكري اللي احنا ما اتكلمناش فيه، لا احنا تغلبنا على كل نقاط الضعف دي، لان زي ما انت عندك نقاط، ومفيش حد عنده كامل من نقاط القوة. فالتخطيط بقى العسكري بدا يبص او يرصد نقاط الضعف في العدو ويستغلها من خلال اجراءات وخطط عسكرية وتعاون وثيق ما بين وما بين وما بين، وتعاون استراتيجي ما بين القوات السورية عشان أفتح جبهتين بطول 4000 كيلو عشان أشتت جودرة. ده كله ده تخطيط عسكري صحيح. كل هذه الإجراءات يعني ضحضت. يعني خط برليف اتكسر، خط برليف اقتحم، خط برليف المانع اللي اقوى مانع في التاريخ تهايل تحت اقدام المقاتلين المصريين وتحت قصفات المدفعيه، واسر ما اسر وقتل ما قتل. هو دي مش حقائق ولا هنقدر نتكلم بقى في مش عارف ايه معركه الصغره وبتاع. ده احنا كنا في معركه الصغره دي، ده كان الجيش الإسرائيلي، كان تلت الجيش الإسرائيلي نص جيش هيدمر تماما. يعني برضو نقول برضو حقيقة ثابتة في العلم العسكري، أي حرب بتبدأ بقرار سياسي صحيح. ثم عملية عسكرية أو قرار عسكري، وتنتهي بقرار سياسي. أوكي. الأطراف المتصارعين عشان يقعدوا على طاولة مفاوضات ويبدأوا أنت ليك إيه عندي هدهولك، ما فيش حد هيقعد. والحرب الروسية الأوكرانية مثال حي على كده، وحروب كثيرة، إلا لما تبقى أوراق قوية عند طرف من الطرفين. صحيح. الطرف المصري كان عنده أوراق قوية جدا جدا، وبالتالي نجحت مفاوضات السلام، ومشكرين اتفضلوا الأرض دي بتاعتنا، حاضر، سابوا الأرض، خدنا أرضنا. طيب هو في حد كان يبقى يملك أدوات تفاوض سياسي ويملك على الأرض مقومات ويتنازل بهذا الشكل؟ لا طبعا. ده على فكرة دي نظريات طبعا. يعني أنا مش هقعد مع خصم وهو معاه ورق ضغط وأنا معايا ورق ضغط، اللي أوراقه الضغط هي الأقوى، الفرد الطرف الآخر هيتنازل. صحيح. دي كانت نتيجة صحيح. فبالتالي أي حملات تشكيك هي الحقيقة حملات زائفة عشان تبييض وجه
القوات المسلحة الإسرائيلية. ويمكن أستاذ اللواء علشان كده أعتقد كان في فطنة في الوقت الحالي تحديدا، وده يحسب لي يعني القيادة السياسية ومن ثم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بفكرة وجود وولود قناة ثقافية، قناة وثائقية عفوا، لتوثيق التاريخ المصري بأيادي المصريين، عشان ما يبقاش في حد بيحكي التاريخ نيابة عنا. واعتقد ده درس من الدروس المستفادة طبعاً خلال الفترة وخطوة مهمة حقيقة. وختاما يبقى لنا كمصريين أن نفتخر بانتمائنا لهذا الوطن العظيم طبعاً، ووجود قوات مسلحة باسلة تدافع عن الشخصية المصرية وعن الأرض وعن الأرض أيضا. بنشكر حضرتك سيادة اللواء على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وكل سنة وحضرتك أنا طيب وجيش مصر العظيم بألف خير. أنا اللي بشكركم وبشكر أسرة البرنامج وبشكر وبهني الشعب المصري والقوات المسلحة كلها بهذا النصر العظيم، ودايما يا رب في انتصار، ودايما مصر إلى الأمام يا رب إن شاء الله إن شاء الله. إحنا بنهنئ أنفسنا الحياة بجيشنا العظيم. بشكر حضرتك جزيل الشكر اللواء أركان حرب دكتور أحمد يوسف، قائد قوات الصعقة وحرس الحدود الأسبق والمستشار الحالي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. نورتنا يا فندم. الله يخليك يا فندم.